ويا هلا فيكم في فيديو اليوم راح اسوي معاكم سيزر دجاج مع سلطه بابا غنوج، وصفه ولا اروع منها، مره سهله ولذيذه، اتمنى تجربونها وتعجبكم. اول شيء هنا عندي الباذنجان، قطعت كل حبه 4 اجزاء، راح احط عليها الحين زيت زيتون وادخلها الفرن. راح ادخلها الفرن من تحت، وبس تسوي عندي راح احمرها من فوق. وهذا الباذنجان بعد ما طلعته من الفرن. الباذنجان هنا راح اشيلها من القشره وراح اقطعها واضيف عليها بقيه الخضار. الحين راح نضيف على الباذنجان الملح والليمون والزيت وبقية الخضار، وبكذا صارت جاهزة. زيت الزيتون تقريبا ربع كوب. هنا عندي هذه الصلصة، نفس الشيء تقريبا ربع كوب. الحين البهارات، عندي كركم، زعتر، عندي هنا البصل بودرة، والثوم، هنا آخر شيء بهار مشكل، طبعا الملح. الحين هنا عندي عصير ليمونة، وراح أحط نص علبة الزبادي. واخر شيء هنا عندي الخردل، طبعا الخردل اختياري بس يعطي طعم مره لذيذ. الحين هنا الدجاج عندي جاهز، الخضار هنا عندي بصل وطماطم وفلفل رومي، تبلتها بزيت زيتون وملح وفلفل اسود. هنا عندي الصوص اللي راح احط الدجاج فيه بعد ما يخلص، زبادي ومايونيز، خردل وليمون وورشستر صوص مع البهارات. هنا الدجاج بعد ما خلص حطيته في الصوص، طبعا هالخطوة اختياري، ممكن تحطون الصوص على جنب للي ما يحب يعني، وبس كذا صار جاهز. طبعا انا راح احط الدجاج مع الخبز العربي، ممكن تقدمونه بالطريقة اللي تعجبكم. احط الخضار مشوية كمان كذا، وصفتنا صارت جاهزة، أتمنى تجربونها، جدا لذيذة ومرة سهلة، وصحة وهنا على قلوبكم يا رب.